جنّد أصحاب تيد أود واقعي أصحاب النار النار أصحاب تيد وعي أود واقعي أن قد وجدنا وان هل إتما وعدنا أود نويب وهي ربنا ربنا حقا نسوه حق وططان إلي فهل وجدتم مهشين ما وعد ربكم ربكم وحيدي وهي حقا قالوا حي هذا النعم فأذن وحاق واقي مؤذن مد آذام بينهم تحرورا وعقود واقي أن لعنة الله لعنة إلهي على الظالمين ظالمين تقرقوا الذين هو وهي ظالمين يسدون دوده عن سبيل الله وذل إلهي تلك كما عيني ويبغونها وتضي طلب عوجا حارتها مدقى الله وهم يغنى بالآخرة كافرون كالجالب رب سبحانه وتعالى مرقو ينورو رمي ذاتك قارضة عميش عدى مبيسا ذاتك المؤمنين تعانى سيدو كلمة أهل كودة إيا النعيمة ذاتك كسوميين وينورو رمي وعلى رضي فريق يا أيضا رب محوين ورو رمي وحا أهل الجنة وأهل النار كأيكوا خطابا إيا إيا سيدو الله عضيا يسوى عمل كاسي على وجه التقريعي والتوريخي قراعده قراع ايو يعانه عنا ايو وانا وقتك قرول بأي منازشو لي قوط الوقت قراعي قصبنا ده ونادى وحاق الله أصحاب الجنة لفدك الله عبري ونادى لي وفعل الماضي وحكينا يا عرمتو إلا يا هرين وقوط عليه سنة سورة الله ولينا ما ينبعين كلكي أهل الجنة وما الجنة أي قران أهل النار كنا نار أي قران بإصلاح الدتونا لكن مجاز مرسل إلى ذا سيدي أرقان أرن متحققا ودعي أويهي وحرقص وقاضيبا وحرق ودعيبا وحرق وضعبا ونادى وحاق واقعي والله الدتونا وي أصحاب الجنة جنة أصحاب تيلا أصحاب النار بيوتواقي وحيوراني أن قد وجدنا أنت تفسيريا لإلى ذا قولك محلوفك أيها سويسا قالوا لهم محبيدا هذين بيكاتك أنت أن قد وجدنا وانه اللي ما وعدنا روح النوية وهي ربنا ربك أن حقا إصابوا قطع أيامه اللي وحو إلى النوية وهي جمالة هي النعيمة هاي فهل وجدتم مهشين أهل النار كيو ما وعد وحو يا وهي ربكم ربكين حقا قولوا ربكين إذين يا وهي عذابك إصابوا حق وطرم مهشين قالوا هاي لهذين أهل النار كي نعم وان هلاي أوسرين روحي وواهي أيامه هلاي مركب نسيب قد بي أهل الجنة أهل النار كسر الله الضيان مثل نبنين بالله الضيان وحالي ذاتك أهل الجنة تطور قدر إيس يقينين أهل النار كأجر مركب نبنين بالله الضيان آياتي كالواقعي آي لبنين ساحيب على أجر ديدانيك أهل الجنة أبا كي كانوا قوي أهل النار فطرع فرحاه في سواء الجحيم قالت الله إن كنت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين محاولة يخطر ما هي ضغط أحمر تواك إلهي هاي لها كريشتي قالوا حي هذا النعم وهي الله مرية وحيوانها اللي بيجاهد فأدنى وحاق واقي مؤذن مد أغيسية أي أغيسية بينهم تحضر مد ما تحضر كقواق أهل الجنة أهل النار كتحضر كهضير وحبير أن لعنة الله لعنة إلهي على ظالمين ظالمين تقرقوها فرق هذا الكاروح أكو قاعية تدي أهل الجماعة قاعدة هذا الكاروح يكون دمية لسؤالية ملايب مروي يكون دمية هذه النار التي كنتم بها تكذبوا لكم نعطي أدبيرين إيسان واطي أفصحرنا هذا أمامكم لا تبصرون روحا يكونت إذا مصحر با مثل ما أعرفت يقول نعطي كجلة ياسيرا لليه إسنو أن تصبروا أو لا تصبروا رسولكم الدنيا يجي وجوه قردي بلد قالوا أمامك أي تنتين يقولك وحق قريب وقل الله عليه يا أبا جاهل يا أبا جاهل من هشام ويا حطبة من الرضيعة ويا شيبة من الرضيعة يقول الله العظيم ومرعي رضي الشهيد والعين هل وجدتم ما وعد ربكم حقا فإني وجدت ما وعدني ربي حقا
korku cumar bn khaaab oo haday iyo rasuulku ilaahayo dadkan wada baktiga ahee ku jira godadka maxaa kala had weladii nafsii biyadihi maa antum biasmaca lima aqulu minhum, ilaahay baa ku dhaartay waxaana ku hadlaya idinku kama maqlid bandiliina walaakin laa yastatiicuuna an yujiibu, inay ii jawaabaane hadal ii celiyaan bayna karin bu saasaa loogu karaacaya. aladiina kuwa weeye yasuduuna mancinaya annaasa dadka ayay ka mancinayaan can sabiili illaahi can itibaaci sabiili illaahi waddada ilaahay raacideeda wayabuunahaa waddaday way dalbayaan ciwajan ay mucawajatan xaalay tahay mid qalloocsan. kuwa daalimiinta ee lacagta ilaahay ku dhacday waa kuwa waddada ka mancinaya dadka waddadii ilaahay iyo sharcigii ilaahay iyo waxay ambiyadu la yimaadeen yay dadka ka mancinayaanay ka hortaagan yihiin waxayna dalbayaan waddadii iyadoo qalloocsan oo toosnayn. wahum iyaguna bilaakhirati aakhira kaafiruuna kuwa ka gaaloobay weeye yacnii billiqaai illaahi fi laakhirati, ilaahay in aakhira ay la kulmayaan oo lasoo bixinayo middaana way ka gaaloobeen waa bacdiga. wa baynahumaa dhexdooda waxaa aaday ahlunaarkii ahluljannaa dhexdooda xijaabu shay saatin oo kala mancin baa wa calal acraafi acraafka korkiisa derbiga xijaabu rag baa oo yacrifuuna garanaya kullan mid kastoo ahluljannadii ahlunaarka ah bisimaahum calaamadooday ku garanayaan. wanaadow way dhawaaqeen qoladii acraafka dushiisa saaray asxaabal jannati waxay ugu dhawaaqeen an salaamun salaami calaykum korkiina ha ahaato lam yadkuluuhaa jannada mayna gelin wahum iyagu sayadmacuuna way rajaynayaan inay galaan qoladaasi. ilaahay wuxuu yihi ahlujannadii ahlunaarka waxaa u dhexeeyay shay xijaab ah, marka jannada iyo naarka waxaa u dhexeeyay shay xijaab ah oo ka mancinaya ahlujannada ahlunaarka inay u gudbaan. ahlunaarku inay ahlujannada usoo gudbaanna uu ka mancinaya waa asuurkii aayaddii kale lagu sheegaya faduriba baynahum bisuurin lahu baabu baatinu fiihi raxma wadaahiruhu min qibalihi lcadaab suuratu lxadiid. dhexdooda waxaa la yeelay derbiga weyn oo xagga jannadiiyo naxariista ay ka tahay xagga koran cadaabkii u ka yahay, marka acraafna waa la yidhaahdaa suurkaas u dhexeeya shayga xijaabka ama suurka aayaddaa kale ay ku sheegtay waa acraafka. qolada asxaabu acraafka la yidhaahda isaga korkiisay ku sugay oo shayga xijaabka ee u dhexeeya ahlunaarka iyo ahlujannada qola iyagu korka ka saarano ahlujannadana qolna kamid ma aha ahlunaarkana kamid ma aha halkaa deynka korkiisa saaran yihin qoladaas. wa baynahumaa dhexdooda waxaa ah ahlujannada iyo ahlunaarka xijaabun shay xijaab ayaa dhexdooda u dhexeey wa calal acraafi acraafka korkiisa acraafku waa derbiga laftiisa u dhexeey, marka korkiisa waxaa ah rijaalu ragba ah raggaasi jannadana mayna gelin naartana mayna gelin. qolkii labadii qol ay kala xaloodeen derbiga u dhexeeya naarta iyo jannada qola qolka ka saara qoladaasi yacrifuuna way gaar kula mid kasto ahlujannada iyo ahlunaarka ah bisimaahum calaamadooday ku kara ahlujannada ee dawayba arkaan inay barwaaqaysan yihiin oo meesha ku sugan yihiin way arkaan, ahlunaarkana way arkaan ciqaabta iyo cadaabka ay la kulmayaan. wanaadow waxay u dhawaaqeen waa qoladii asxaabulacraabka inay derbiga iyagu korka ka saaraana waxay u dhawaaqeen asxaabaljanna jannada asxaabteeday u dhawaaqeen oo waxay yidhaahdeen an salaamun calaykum salaam korkiina ha ahaato hada jannada iyo waxay ku sugayeen sidaasay u salaamayaan oo iyagani ay yihiin xaggay u ilan doonaan lam yadkuluuhaa jannada mayna gelin wahum isa iyagu yadmacuuna way rajaynayaan bilay weli jannada mayna gelin laakiin rajo waxay ka qabaan jannada inay geli doonaan waa qolada asxaabulacraabkee qoladaasi haddaba maxay ahaay qolada iyagu halkaa ku sugan marka lakaa xarooday aqwaal aada u fara badan baa ku soo aroortay culimada qayb kamidi waxay yidhaahdeen waa qoladii xasanaadkooda iyo sayi-aadkooda ay isla ekaadeen markii la bisaamay xumaantii ay la yimaadeen iyo wanaagkii ay la yimaadeen yaa miisaankii kafaddii isla ekaada marka halkaa lagu xeewday xabsiga in la geliyo jannadana aan la gelinin naarkana aan la gelinba halkaa ah lagu xiro inta baryuu kala xaloya kolka dambe way iska socon doonaan oo xagga jannada u eyman doonaan oo ilaahay uu cafinayaan laakiin jannada xaggooda ka geli maayaan. qolana waxay yidhahdeen culimada kamidi qolada asxaabulacraabki waxaa weeye qolo mujaahidiin ahayd oo dagaaladii kusoo dhintay gaalada lala dagaalamayabay ku dhinteen dagaalkaana waxay u dhexeen
waalidiintoo loo dhirinay isagoo waalidkoodu aa dhirinay bay jihaadkii u baxeen sidaasay kusoo dhinteen hadda camalkii wanaagsanaa ee leyba iyana jihaadka ahay wuxuu ka manciyey inay naartii galaan aabbahoodii waalidkood maadaamana ka ilan qaadanina ilan la-aantaasi waxay ka manceen jannada inay galaan halkaa marka muddaha fadhiyaada xabsigeeda ku jiraso labadii dhinac oo dhal haddii wax ka mancinaya u jiro maxaa kaloo la yidhi waa qola camalkoodii wanaagsanaay uu ka mancinaya jannada ee naarta inay galaan camalkoodii wanaagsanaabaa ka mancinaya naarta inay galaan camalkoodii oo xumaa ay la yimaadeenna jannada inuu kale ka mancinaya marka halkaa u dhexaysa hadla dhibo akhiiran laakiin kolka u dambaysa sida hadalka ilaahay ka muuqata lam yadkhuluha wahum yadmacuuna zumalik mayna geli jannada weli mayna geli laakiin way rajaynayaan wasawfa yadkhuluun wey galaalday ka geli doonaan qoladaasi jannada markay haddaba ahluljannada dhowraan an salaamun calaykum bay odhan salaami kurkiina ha aada ilaa waa dad janna ku sugane sidaasay u salaamayaan waydaa surifad markii loo weeciyo absaaruhum aragyaalkooda tilqaa asxaabi naari asxaabunaari jihadeeda markii loo weeciyo qaaluu waxay odhan rabbanaa rabbiga qow laa tajcalnaa hanayeeni maca alqowmi aalimiina qolada aalimiinta amacooda xagga ahlunaarka markii loo weeciyo ee gaalada iyo dadka ahlunaarka holca ku kacaya ay arkaa alla ilaahu qolada ha nagu darin ilaa qolo weli badbaadeyma oo meel dhexay joogaan ilaahay oo qolada la calaabaya ha nagu darin bay cibaarada waxaa ka muqday dadka ahlucalabiyada ee luqada yaqaana way garanayaan waynaa surifal absaaru iyagu halka ikhtiyaarkooda kuma dhowri maayaan wey hadal laakiin haddii loo weeciyo xaggaa loo jeediyo ilaahay u jeediyo iyo ilaahay ka magangelaya meesha waxa ka kacaya iyo calaabka meesha yaalla intuu leegyahay ikhtiyaarkooda kuma dhowri maayaano xaggaa ma dhowrayaan ahlunaarke laakiin haddii marmar loo weeciyo oo aragooda ilaahay xaggaa u saarfiyo kolkaasi oona ilaah qolada maalimiinta ee ahlunaarka nocooda ilaahay hanayeen waydaa surifad markii loo weeciyo absaaruhum aragyaalkooda tilqaa asxaabi naari naarta asxaabteeda jihadeeda markii loo weeciyo qaaluu waxay odhan rabbanaa rabbiga now laa tajcalnaa hanayeeli maca alqowmi aalimiina qolada aalimiinta mucooda ilaahu hanayeeli oo qolada ha nagu darin wanaadaa waxaa dhawaaqday asxaabu lacraafi derbigaa kuwii asxaabtiisa u saaxiibka ahaa rijaalan rag bay u dhawaaqeen yacrifuunahum ay garanayaan bisiimaahum calaamooyinkooda ay ku garan qaaluu waxay yidhaahdeen ma aqnaa muxuu deeqay cankum xaggiina jamcukum kulmintiinnii iyo wamaantii kuntum aad ahaydeen tastakbiruun kuwa isku kibri qoladii asxaabulacaabkee raggii derbigii iyagoo saaran yaa rag ahlunaarka kamida in la hadleen rag waaweyn oo la yaqaano weeye oo sanaadiintii iyo ru'asadii gaaladii hogaamiyaashii yay la hadleen oo naarta lagu xafuujinayo markaasaa waxay yidhaahdeen war jamciinii iyo xoolihii aada uruurinayseen iyo kibirkii aada kibirsanaydeen maanta maxay idiin tartay waxay u tartay ma jirto hadalka bay ku dhiraayaan marka maabaa maa aqnaa cankum jamcukum istifaamiya waa laga dhigi karaa naafiyaha waa laga dhigi karaayo maa aqnaa muur ma anfacaya cankum xaggiina jamcukum ay katratukum badnidiinna idan ma anfacayso iyo wamaankii kuntum aada ahaydeen tastakbiruuna wixii aada isku kibrinahayseen maanta idan ma anfacayo ilaya wakaasoo cadaabkaasaad ku jirtaa ahaa allaahi kuwani alladiina kuweyniya aqsamtum aada ku dhaarinayseen laa yanaaluhum ullaahu ilaahaynu magaasiinayna biraxmatin wax naxariisa yuqaalu lahum xaalada loo yiri udkhuluu gala aljannata laa khawfun cabsi calaykum korkiina ma ah walaa antum taxzanuuna kuwa murgayaa madii hadalkii asxaabulacraafkii baa wada iyagii gaaladii waxay ku yidhaahdeen war wixii aad jamcinayseen iyo xoolihii iyo kilibkiina muxuu ilan anfacay waa raggii ru'asada ah maxaa kaloo idin su-aale halkan jannada rag aad xaqinayseen ba ka muuqdeen waa maxay qolada jannada ka muuqata waa ducafada iyo masaakiintii mugta iyagu xagga jannada u badan aslanba dadka ducafada iyo fuqarada iyo hadday sabraan iyaguida wax laga xisaabiyo mugta oo sii badana xoolihii u aas ma jiree jannada inbay ku hurin oo kol loola xagga jannada u socdaan loola xataa qolada adaniyada haddii ay ahlu janno noqdaan xisaab adag baa ka horaysa intay xoolihii oo dhan laga xisaabinayo iyo ahlu jannadu jannada iskaga sii jiraan moo kolku waxay yidhaahdeen war qolada ducafada ahayd ee lahayd ku dhaaran jirteen inuuna ilaahay naxariis taafsiinayni jannana ayna gelayn qolada ku dhaaranayseen
معاملته من مصير وحقوق معاملات نفوح حلمامي معاملته كروح مركو حلمام محلوية أنا وح حلمام وكتلة زما مركب اليوم ما أنت منصام أي متركهم ونكرت لينا في العلم عذاب كان مكرت لينا كما سيري يوم مصوع وح حلمامي لقاء يومهم هذا ما لكم قيامة على كل كيس سو حلمامي يا أنا وصل شقي سنة ساسا أنا ورماك وغيرت لينا مات إنما في كانوا آية بآياتنا آيات أنجا يجحدون قوة إنكرا جحدي آيات أنجا جحدين يندرد بن على تكجتين ولقد جئناهم وحاولنا من بكتاب وفصلناه عن عطينا على علم أجان منا أنجا حاجة أنجا كأعطيها أقولنا هدى حالي هيهمون ورحمة حارب بحريسيها لقوم قلوا يؤمنون الرومان رب سبحانه وتعالى آياتهم حكروا ورميا markii gaalada cadaabka iyo dhibaatada u dambaysa uu ka waran inay cudurdaara laga aqbalay cudurdaarkoodiina la zuuliyey oo cudurdaarkoodii waxaa lagu zuuliyey birsaale rusul wainzaali kutub maadaama rusul loo soo diray wax kasta oo dhacayaa looga waramay kutubna loo soo dejiyey wax kastoo dhacaya kutubtaasi ka waramaysa sidaa ay ku beeniyeen ay diideen oo rusushii lasoo diray iyo kitaabkii lasoo dejiyeyba ay beeneen ay beeniyeen cudurdaarkoodii uu ku cayway walaqad jiinaahum waxaan ula nimid buu ilaahay yidhi bikitaabin kitaab baan ula nimid kitaabkaasoo fasalnaahu aan u cadaynay lilcaalameed kitaab dadka aan u cadayno u faahfaahin calaa cilmin kitaabkaas wuxuu ku sugan yahay cilmi oo minna annaga xagganaga ka ah على علم منا بما فصلناه وحان عدينا كتابنا كو عدينا اولان حاجه ما كتب دي اما على علم علم منا ان حاجه ما كعلنا كتابك اوغلو نمد ان كسو دجيني الا نزله بعلمه باك الى اي كتاب قال له سو دجي علم ليس يوان تي سو كسو دجي هدى حارب يها هم كتاب خاص ورحمه حارب محريس يها لقوم قرؤوا يؤمنون الرومان كتاب قال له سو دجي وأمين هادي أو هانونين هيا نحريس أو أها لكن وأنت الرومان يسون نحريس وياه هل ينظرون من يي كورونا يا إلا تأويله فسر كيس المويل يوم مالك يأتي ويما تأويله فسر كيس يقول الذين قولوا وحي أورانا يا نسوه هرماني من قبل هاي قولوا وهرماني وحي أوران قد جاءت وحات من رسول ربنا ربي يا مرسوش سيرات من بالحق يلا كمرا فهل لنا من يوم ناصب نادر من شفعاء قوة نوئر جيه فيشفعوا لنا نوئر جيه أو نرد من العلم فنعمل عن عمل فل غير الذي كي غير كي كما آمو أهي نعمل هو عمل فل قد خسروا أنفسهم نفطوا لأي خساريين وضل وحاها الله عنهم حق وضع ما كانوا وحي عين يفترون قوة افترونا رب سبحانه وتعالى وحوليه هل ينظرون قالوا من يكرم إلا تأويله القرآن كفسر كيس مويل تأويل كيس محل لغجيلا تأويل كيس إنه يماد مويل وحكا لم يكرم تأويل كيس قار مؤمن يا عطر تأويل كليه القرآن كم يكرم من يكرم يا إلا كتاب كتأويل كيس إنه يماد مويل تأويل كيس وحاوله وحكا استقع القرآن كقرن حسوا وإمان طورا وحوالا بمعنا يا كل أهل الجنة أهل الجنة لكي أهل مارتي أنا مارتي مرتي لكي مرقاسو فسر كيسو جميل الله كرا حرارو نيو بميشي ساقو سقنارو يوم مارك يأتي وعمان أيو تأويلو فسر كيسو مارك وعمان أيو فسر كيسو ومارك قيامه يقول الذين كوي وحي قران نسوه حرماني وقران كإنا يكون عمل فلان كتلي من قبل هرق كل الدنيا هنا يقول على الغرام قرآن كتير وحي قرآن دورا وما أنت قيامة قد جاء الوي تمت رسول ربنا ربنا رسوش سيرا تمت بالحق حق أي اللي جمادين ما رسوش الدنيا اللي بكجون حق بين ولي جمادين أنا جابين مني فهل لنا حق من ناصب معي من شفعاءك ورقية فيشفعوا لنا هدو ورقية وما حارمهم بالليل فصوشي ربي أن أبدو يلا ويموت من واسع بيني حتى وقت نور الدين كرامتي هم نور الدين أي مرد أنا من العلم إلى الدنيا أبدو يلا الله من العلم فما عمل عن عمل فلا غير الذي كي غير كي كما هي نعمل هو عمل فلا لما لما يوم ما بيرد وقت نور الدين من اللي هو ما أنت الجيل سنة الله أكبر مثلا قال يا بدي من نور عليو
وهي الدنيا عن قصة عن الفرين وحارها عن عمل فلة. قال تعالى رب وحي قد خسروا ويخساريين أنفسهم نفطوا أي خساريين هلاك بكل دين وحيكو خساريين بدخولهم النار وخلودهم فيها جريد مارتع الجراء كواري وضل وحاها الله عنهم حق ولا ما كانوا وحايا أن يفترون قوى إفتر ولا وحي أي يفترون أي الدنيا الملك الجوين وحي أي رعاية وحرام يؤل الجين دون ويتو شفعارنا عند الله غيرها تي أصنام تدي وحر العبودي إلا يكتسي نور الجين وحي يقول ويل ويل مرجع آخر لا تبي وعلى يوم نور الجين دون ويل ويل إن ربكم ربيين الله إلهي وي. الذي الله إذا خلق السماوات السماوات كأمورية والأرض أرمضة في ستة أيام اللحمة الموت بكوارورة رب سبحانه وتعالى وكوى رمي عالم كان عالم سماواته وأرضه وما بين ذلك وحاسو قرن كوارورة اللحمة المقدر كود إما ربكم ربيين الله إلهي وي. الذي الله إذا خلق السماوات سماوات كأمورة والأرض أرمضة أمورة في ستة أيام اللحمة الموت بكوارورة يوم الأحد بيكب الله بنيس ما أنت أحد يشتى مع المود الكوحيكتا ما أنت سبت دمويين لحنا مع المود الكلاوي ولو أجر حديث سواء أروري وحديث كاري كسو قانتاي تطورا مع المود با وح مخلوق إلهي كامل عرب إن لقح أبوري حديث صحيح كسو قانتاي والله هذا كتاب صحيح كسو قانتاي لكن آياتا وحاكو عرب لحنا المود هو أروري ولا ساعة راتي علماء الطيب كمدة كل انت عم هو حديد كاسة سعيد ومسلم كوكوسوين وخلق الله تربة يوم السبت ما عدت سبت لأحرام إله أحرام أبوري وخلق الجبال فيها يوم الأحد ما عدت أحد ربور وأبوري وخلق الشجرة فيها يوم الاثنين جيدها ما عدت اثنين يربي أبوري وخلق المكروه يوم الثلاثاء ما عدت الثلاثاء يوم المكروه لما أرض تذكر موقت الدين تسيب يسوك بهذا ما أنت ثلاثة وحرارك أعمال وروي ثلاثة هي رقافة ثلاثة وكالي يوم في الوحي المكروحة العرورة إلى النور وخلق النور يوم الأربعاء نور إفتيك يوراك ما أنت أربع على العرور ورب أور وبضع فيها الدولاب يوم الخميس حيوان كان يدار بلها أرضنا بقفر بيه ما أنت خميس على العرور وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة نبي الله آدم ما أنت الجمعة عصر تدريس على العرور الدين كان مركب وعاقصها تدور مع المواطبة صحيح مسلم وقصوه هي إن الوح خلق الإله ومكمل الله عبره يجيره لكن آيات دا وكعب بانبا وعبدين عزا إن الليه مع المواطبة وعبره ثم استوى رب وعكار على العرش وكعكار ثم استوى على العرش حلو بجيدة سماوات يا الله ما أبو عبره ثم استوى على العرش فللناس في هذا المقام مقالات كثيرة جدا ليس هذا موضع بسطها الحافظ ابن كثير ماشا وحقص بالبول هذا اللفع البلان وعلم الأيكاء الله ماشا ما ما يرقف فاهم كلام أول لكن وإنما نسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح قال روحان لكن وحي كتارائنا ومرائنا سلف الصالح وحي كبهن يمذهب كود وما يرى رب أعلى اللي يسكنه الجيمن يحول الوطن آيات الصفات يا حديث الصفات نبي إلى الجو ما راح أقول ما إسكوفر ساري وي إلا إسكو جرامي بسيرف بعد واحد كذا يبغى وإنه كثير ما كوالا هذا حافد وين وي أو حفاظ كمدة سلوك كلام وحويان حاجة علم الحديد كي علم تفسير كا لو هذا الآن وحي الدنيا مؤرخ وين أو مؤرخ نوعا إمام مالك يقولي إمام الأوزاعي يثوري الليث إيو شافعي إمام أحمد يسحاب المفاهوي إيو حديو وإلى محيطها وحي إلى ليل بوري إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيه آيات السلع الكتب هلو مرسيو هلو دايو السبع أن تشبيه الليل من إنه إله خلق إيسا إن كشبه إن تعطيل لآل ليل من إنه روح إلى هاي صغير آل الليل إنه والظاهر المتبادل إلى أذهان المشبهين منفي عن الله لكن واحد ظاهر كيود بدلها هي ضبط قلب واضح مارك أبوه الرئيسر وحاس إله مكائن فوية لا يشبهه شيء من خلقه واحد إله خلقه إنسى كميد الشبه يمجر مارك أبوه إله كوكا عرش أوف وراء ومال وكوفا بي عرش يوجه تشبيه لا تقرانه حافظ أمه كثير ورفع دواوين كميدة وركي سكوقنا وركي سكوقنا تشبيهنا
lama ogolo oo ilaahay khalqigiisa wax ka mid ah ugu shudo tacdiil lama ogolo oo in la tacdiiliyo wixii aayadda ku sugnaa oo xadiidka ku sugnaa lama ogolo salafku siday dhahay waa sidaa sida buu ilaahay carjiga ugu fadhiistay waxa alimcaa ku geliyey kayf bahageli imaam maalik buu dhihi weydiiyey ina allaha istawaa calaa alcarshi kayfa istawaa ilaahay carjiga ku sugnaaday sida ugu sugnaaday الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدعا استواء ولا يقال كيف يلي يسأل تعالى عنه وما قرانا إنه إله يبعوك إلا يسوي الدين هو بدعة هذا مبتدع مع قوات على إلا بحيه ولا منك كورا مكة تبك حتى وقد يورد بسرير ما عاسى وقد يورد قد الله ورد عرش إله كفر يا والسؤال شن aynadii waaweyneydee ugu dala socday diinta iyo raggii qofaada ugu dala socday waa ka ibnu kafiir oo kale nin wax ka mari kara warkiisa ma jiray dadka salafu saalixa salafu saalix baa sidaa qabay haddii lagu yidhaahdo dee salafu saalixa warkooda iyo waxay dhaheen baab oo arag waka uma istawaa cala alcarshi sidaasay culimmadu ka yidhaahdeen yurshii alla wuu daboolayaa alleyla habeenka an nahaara maalin uu ku daboolayaa yطلبه مالك وطلب يا هبينك حثيثا طلبنا حثيثا دقدقا والشمس قرحبنا الله هو أبوري والقمر طيحا والنجوم حدقاهنا هو أبوري مسخرات حاليينك والله سخري بأمره ألا أمر كيسا ألا هو إله إله ينبع الخلق أبورك وصبنا علي والأمر أمرك تبارك الله ألا هو ينادي ألي رب العالمين عالمين تربي قولها رب سبحانه وتعالى وحولي يغشل الدبول يا إلهي الليلة هذيك وأنها مالك كنت دبول مالك يفتين هو وقع سير وجرتي ودي الليل اللي دبول أول يفتين كحجا وقع أبدا أنت يا ريت الله يقول هذا برواجي اللي يسألك وين يطلبه هو طلب يا كل منهما مثل كستوى لبيك يا مالك كمدي ككلو طلب يا طلب ما حفيف الدكتي واللي يستوى قلت كل كان سلعة وضع حقيقة على سوق ورا كما أدرك هيك الدبول يدوى يسوى على سوق ورا مي واستوسع له والشمس قرح رأيه لها أبوري هي والقمر ضيحة والنجوم حد لها نوع أبوري مسخرات حالي إنك ولا سهل بأمره الله أمر كيز قرح رأيه ضيحة هي حد لها سجع الله أبوري وحانا له تدليلي الله أمر كيز هي مشيئة دي سيكو صعبا مثل ما بأنت الله تركره يوصع الله مسافة الله تركره ورجعه تبارك الله ألا ويناده الله رب العالمين ألا هو إله إله أنبوه الخلق أبوك أسر نادي والأمر أمرك يعني اللي هو الملك والتصرف أبوك سلع أسكر أمرك وطن اللي يدي سكو السجني تبارك الله الله إياه وينا الله رب العالمين عالمين تربي قولها ادعوا بري ربكم ربي تبرعا إذنكم إسدوا لينا هي وخفية تنصيب وصو سرع أبريا إنه إلهي لا يحب مجعر المعتدين كو حرق به رب سبحانه وتعالى دونه سوى حكوها من إنايا سرع أبريا يا إسر ادعوا ربكم ربي بريا تبرعا تذللا اذن كرسي لكرك الاله بري وانا الاب خشوع سانتا وخفية هوسنا ابري كرك وضواعد المرك الاله بري هوس ابري ويا حصوا عروتا حديث بخاري ومسلم بقص وراء ابي موسى الاشلاء تدعونا عصم ولا غائب مد مريا مد مقر منا مبر يزاع الله عرب وعم يزاع مرق بقاوه ما مقر ان الذي تدعونا سميع قريب نتك العلو يساء البر يساء ويعمل إلى المضى يبدين نبوي إله البر فرق آيات مرقى وحال الله يقع وروح إله المرق البر يجي إنه إله السوء صوء البر إلا إله يوم مقرع مرقى وحاك الله يقع إنه آب التضرع آب يسود لي تانا والله يقع له إنه إله إله يحب مجع المعتدين كو حب قدب مرقى إله البر يجي دعاء كو حب قدب marka maxaa ka mid ah xadgudubkii dhawaaqa ama inuu ruuxa uu soo galo inuu dadka ismaqashiyo oo kaloo dad kale ismaqashi inuu isleeh waa ka mid waxaa ka mid ah daraje su-aasha xadgudubkeeda daraje aan la gaarsiinay inuu ilaahay weydiisto ilaahay wax biyo darajeyo kala gaarsaanto baa ka wara alictidaal fi ducaai ducaa lagu xadgudbo weya damada martiida sidee lagu gaarsiiyey أمبيل الدرجات دي منزلة لو جالسين معي وعك الإله بريو إنه إله لا يحب مجر المعتدين كوه كوه الكتب الدعاء ولا تفسدوها فسادين في الأرض
أمام الدحرية بعد إصلاح يا مناجين تيرا الدمارين وادعوا ألا أعبد خوفا خائفين حالة كوى كبق من عذابي وطمعا طامعين حالة كوى هجين من رحمتي إن رحمة الله ألا نحرستيسو قريب من الدوية من المحسنين تبقى محسنين تهال إلهي وحول ولا تفسدوا في الأرض أرضها فسادين بعد إصلاحها أنتوا إلهي مناجيين تبقى وإلهي تبقى كنها إليها ممكن إلا فسادي إلهي إصلاحي أمور طرقنا سلحة وطرق علي محاق بهاي الوناك إذن كنت أبكيه هفسادين وإلهي غير كيو الأرضها كل عبدة إيا معصية أكلات ما طعنا أرضها كل فسادين وادعوه ألا عابدة خوفا عبسد دراتة من علاوة عن كبه قيسا إيا وانضمع عن خجاء الهنجين إيسا في ثوابه سالساني كنت مفعول من أجل عن كبه أنا ودعوه بريا خوفا خائفين حالتي وكبه قي على كيسا وطمع عن طامعين حالتي كوه الهنجين إيسا إن رحمة الله إن حريستي إلهي قريب من المحسنين محسنين تكيد آت كتوه إن حريستي إلهي وهو الهي الذي الله هو يرسل الرياح طريعه بشرا حاله تلك شعرين الزبين يدي رحمتي حريستي صورتها حتى الى عقل مكه حفاره سحاب الطرور وثقال العروس سقناه ومولينا طرورها لبلد الى بلد ملاعب يا مولينا مجيت او تخطي انجكتي فانزلنا وكنت الجنه به معك او به ارضني انجكتي او معك به وكنت الجنه فأخرجنا وحن قصوا صاربيه معيه فيه من كل ثمرات فرعا وعلا وربا كذلك سأسا أخرج الموتى هو حدثين أصوى بحينا لعلكم تذكرون إن الوراق على الطعم ترتد إلهي وحيوه سوى ربك كشكي سماوات يا أبا إن وعلا مدى متصرف حاكم كريم سيري وكشكي أدوني سربكوها من الدعاء إلينا يسرق الرياح يا رب سبحانه وتعالى وحبنا رجليا متك خلق الأرزق ضبك بنتين قيام السرع من اليوم السبعي أربع عجل وهو الإله الذي الله عليه يرسل الرياح طريلا الله عليه طريلا عن السبعات بشرا بشرا حال أي تامد بشعرين يسا بشرا بين يدي رحمته نحريستي صورتها مطر كان لو جديد هرتي سعيد بشعرين مشورة نويسة وقراءة يلا مشورة ثم هاي حالة يطيب مدفر إلى يسبيني يديه لحمتي محريستا إيالا عمالك هرسو عطوه في البنس أما بشرة مباشرة حالة يمد بشعرين إيسا بين يديه لحمتي محريستي سأل الله هرتير إيالا بشعرين إيسا مطر كورتي سيسعوه وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطه وينشر رحمته ومن آياتي أن يرسل الرياح مباشرات مركب مباشرات بقول تقول بشاره روك على الحلو ترجع هنا الدورة انتهى حمبارطة في البسوق حتى إذا أقل مركب حمبارطة تبيشو حتى إذا وقتي أقل رب أي حمبارطة تبيش عزي سحابا دورة أي حمبارطة ثقالا أوع العرس يا سبنا هو نوضينا لبلد إلى بلد أربعة يا نوضينا ميت إنجلين كوكي ضرورتي دبيش اي حمبارتي دبيش اي ريهي وحام ضرورتي او ابني بلو انجلي او عبار صدي استعارة كنتي تميت كنت بعلو جيدا بلو عبار او انجلي بام ضرورتي بيهي او علينا حتى اذا اقل مكة حمبارتي دبيش سحابا ضرورة وثقالا عروس او بيهي او عسلي مكة حمبارت ياسوقنا وحام او علينا لبلد مجال يقول بلوجي لميت انجلا او بعد فانزلنا وحان كد الجن به بلد هي ملك انجلنا الماء به من كد الجن بلال فاخرجنا وحان كصوب ان به ما علينا من كل ثمرات او امرا او طن ما كصوب ملك انجلنا كل قهوه كو سي دين نبات هي مره ما كصوصا كذلك سلاسا نخرج الموتى قوة انت اصاب بحينا لعلكم تذكرون ان ادوان ان ادوان قاوتان اي المدنتي مرقى ما يشتين محا تنفيل كي يلوامها ملكا انجيجد اي عبارتا كوكا روك يكسو الدجين سيدي نبات اصاب اي مريه سلاسا امبان تبكا بنتين اصاب بحينا افر بضان قرآن كبه اصابي او وحا عينو اركينا انبهنا عينو كو اركينا ملكا انجيجد اي روك انتين يسيد اي نبات اصاب بحي
isagoo uga qiyaas qaada laguleeyahay dadkii dhintayna sidaas oo kale in loo soo bixinay in fara badan qur-aan kusoo aroo walbaladu magaalada atayibu ay wanaagsan dhulka wanaagsan baa loo jeedaa yakhruju nabaatuhu nabaadkiisu uu soo baxayaa biidni rabbihi rabbiga idankiisa kusoo bixi waladii khabuufa midka xunna laa yakhruju ma soo baxayo ilaa nakidan ciriir iyo adayg mooyeen kadalika sidaasaanu musarifu laayaati aayadaha ugu caday liqowmin yashkuruuna dadka shukrini dhulku haddaba laba u qaybsamaa meel dhul wanaagsan oo agan ah oo sidaaduu roobku ugu da-aba nabaadka soo saaray iyo meel intay seerilay tahay waxba una ka soo baxay hadduu roobku ku celceliyey waa la yaqaanaa waxba kama soo baxo ergooyi muxuu meel heblowdi waa nabaadku soo bixin lacaa odhanay ribaadiyaha yaqaanay magaalku iyo waa waxaasaas ileen xoolo iyo dad macanku dhahaayo xoolaha iyo ku noolboo iyo magaalku wada iska joogaan walbaladu baladka iyo dhulka walardu baa loo jeedaa atayibu atayibatu ee wanaagsan yakhruju uu soo bixinaya baladkaasi nabaatu nabaadkiisa si degdeg u soo bixin biidni rabbi rabbiga idankiisa kusoo bixin waladii baladka iyo dhulka khabufa xuna laa yakhruju ma soo bixinayo ilaa nakidan adayg mooyeen manaha waxba ma soo saari hadduu roobku ku celceliyo ku celcelin marka tashbiihu waa maxay tashbiihu waxaa weeye qur-aanka iyo aayadaha dadka lagu kor akrinayo dadkaa laba nooc aho qaybna way ku waana qaar oo way khushuucayaan qaybna weliga hadii lagu dul akriyo wax khayr kasoo bixi maayo tashbiih halku yaalla waa sidaas xadiidkii baa cadaynayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam xadiid abi muuse uu weynayo wuxuu yihi masalu maa bacaanaya allahu bihi min alcilmi walhuda waxa ani ilaahay ugu soo bixiyee cilmiga iyo hanuunkii wuxuu la mid yahay kamathali laysil kahiibu roob fara badan oo da-ay uu la mid yahy asaaba arlan roobku dhul buu ku da-ay fakaanad minha naqiya qabilat ilma dhulkii waxaa ka mida qayb wanaagsan oo biyihii aqdashay oo liqday fa amba'at ilkala walcushba daaq iyo waxay soo saartay nabaad wa kaanad minha ajaadib qayb gowaan ah ka mida amsakat ilma taa lafteedu ma cuno oo biyihii bay qabatay waxa weeye meelaha maad aragtay nabaaduna kasoo baxaynine biyuhuna ayna gelaynine biyaha qaban ay laga cabi waa qayb labaad wa asaaba minha daa'ifatan ukhraa qayb kaluu roobku asiibay inamaa hiya qiicaanu laa tumsiku ma ah walaa tambutu kale ah qayb waxaa jirta iyagu biyihiina aan haynaynin oo wax daba ku itifaac iyo waxoodaa ku itifaaca aynan jirin nabaadna aan soo saarin waa qaybta ugu xun taasi iyo qaybta ugu xun weeye cilmigan iyo kitaabkan iyo qur-aankuna waa saasoo kaloo dadka saas u qaybsamayo qaybna hadda intay ku intifaacaan marka kolkii xadiidka culimada muxadidiinta ay fasirayaan dadku waa saddex nooc bay dheen qayb waxaa weeye cilmigii dhulka nabaadka soo saara ee lagu intifaacay waa dadka intay cilmigii barteen qur-aankii barteen macnihiisiina bartay bay dheen qaybta gawaanka ee dhulka maad aragtay adag ee biyaha haynna waa ninkii qur-aanka intuu xifdiyey un macalinka unhelo wax macaanidiisa waxba ka garan maayo waa laga sii baran weligii dadkaa garoon baa ka baran hesina laftiisu ma xumo ninkaa kale ma gaari kare oo muuna qur-aanka intuu dhex galay oo uu ku duxay muuna qumaanta u intifaacine laakiin maadaama uu xifdisan yahay hadda dadka kale wax ka bartaa maalin walba qur-aanka dhan baa intay kasii baratay unbaa ku intifaaci oo tafsiirka sii baran isaguna weligii waa macalin oo hal uu ka garanayo fasilkiisa mara nimo waxaa weeye wixii oo dhan maba anfacay laf walaa macna wuxuu bartayba male maba karaya qur-aan saddexaanaba saasay yidhahaan kadalika sidaasaanu musarifu laayaat aayadaha saasaan u gedgedeynaa buu ilahay yihi liqowmin qolo oo yashkuruuna shukrina qolada shukrinaya ee mahan naqaya qoladaasaanu aayadaha u gedgediyeyna ee ninaa ilaahay u mahadnaqayno maxaa aayad looga cadday waxba ma fahmaaye marka haddee waxaa laga yaaba macalinku inuu isu marayaba ninka khayr badan beli una jirin ee ninka qur-aankana kula yaqaana fasirkiisa yaqaana ee bartay uu kaa khayr badan yahay ee qur-aanka bara tafsiirkiisa qur-aanka waxaa loo baahan yahay dhinac walba ruuxu inuu ka dhammaystirto oo lafdigiisii iyo macnihiisii waxa maqsuudkeeya loo jeedo asla qur-aanka markii xifdigiisa laga hadlaayo ma ogtahay inay faatixada un salaada lagu tukanayo unbay waajibo aslan oo weliba xitaa inuu xifdin me hadduuna xifdisnay kabta hortiisa oo musxafka intuu dhigto markuu salaada geeli inuu ka aqray salaadii way u gudub laakiin waxyaalo kala waxyaalo kale oo farabadan oo waajibaad ah yaa qur-aanka ku dhex sugan oo wixii
واللي اسكن ليه أوطان إلا فهم الله بعنا قرآن كود إجلاء وحي الله بعنا إلا إس أمر يا فرائض القرآن كود إجلاء دينا معاني دي سئل فهم القرآن كا وحاول الشيء مهم أو إن السعر ويا إنك كصوم على الآن أب إن أي روح الله سعر قرآن كلف ديز هذا قرآن كحف ديز وأهل أبو عز وأهل لكن وحي كسي وين فهم كيس هي أكانت كود إجلتك أول فهم الله أقنا كسي وين لقد أرسلنا وان درهد نوحا نظر النوح إلى قوم يقوم كيسان الدرهد فقال وعلي يا قوم قوم كيو اعبد الله ألا عابد ما لكم من إذن سبنان من إله وغيره أغيره إساق غير كيه إني أخاف عليكم أن أقول كي نوحا نربق عذاب يوم عظيم ما لوين عذابك رب سبحانه وتعالى مركو سورة أول كيلة قصر شيئين نبي الله آدم قصديسي سورة أول كيلة يوحي قطع اللقاي حتى وحا آياتها اللي نقول قدن قيلة يا الله والله رأيها أنبياء قصص تالي الأول فالأول سيبك المبيئين بان الله والله رأيها وكانوا صور وكان صور شاكنا صورتها بان صور مري صورة أخرى رئيسة أنبياء قصص طورة فاحسة إيا أماليه الله بني يوحي قد جوالين يوحي قد البيس إيه صورة العرافتها نبي النوح وعطر يقول هاي كاب الله لقد أرسلنا الله عن دره النوح عن نبي النوح إلى قومه قوم كيسا مطره نوح وحا اللهم لعاب dawaaqis iyo qeyladiisa ayaa banay dadkiisa ku qayb yahay mid ka kale mar la dhigo mar igi dhibka la dhigo uu ugu badnaado aha qoomkiisii baan mar u dirhay faqaala wuxuu yiri yaa qowmi qoomka yaa ucbudullaaha alla caabuda maa lakumuna idin sugnaani min ilaahin ilaah waqayruba alla qaylkii ihe ilaah aan alla ahayn ma jiray isaga keligii caabuda inni anigu akhaafu calaykum korkiina waxaan uga baqi cadaaba yowmi maalin cadaabkii oo cadiimi weyn waa maalinta qiyaamada idinkoo gaara haddaad ilaahay la kulantaan cadaabka weyn baan ka baqayaa qaala almalab qoladii madaxweyntii ee ashraafulqoomka iyo saadadi ugaasiyadii waxay yidhaahdeen oo min qowmi qoomkiisa ka mid a innaa la naraaka anagu waxaanu ku aragnaa fii dalaalin baado inaad ku sugan tahay mubeenin cad dacafadii iyo hadalkoodiiya waxba lagamaba soo qaada ma hadlaan waxaa jawaabeen halkii nabi lasoo diro qoladii ugaasiyada iyo madaxyaweynta iyo salaadiinta hadasha qoladaasaa lagu bidiyey meru waa qolada waxay yidhaahdeen waa dhiyo nin waa aragnaa taan ku aragnaa waa lagu maray baan u maraynaynaa annagu weligiinna asnaamta waanu soo caabudi jirayn sidanaan u caabudayna waxaan noola timid ma garanayne nin baadi aad tahay qaala almalau mal-i waxay yidhaahdeen oo min qowmihi qoomkiisa ka mid a innaa annagu la maraaka waxaan ku aragnaa fii dalaalin mubiinin baadi cad inaad ku suganta qaala wuxuu yihi yaa qowmi qoomkayow laysa bii ana iguma sugna dalaalatun wax baadi ah walaakinii anigu rasuulun mid lasoo diray baan ahay mid rabbil caalamiina caalamiinta rabbigood halkiisa laga soo diray si jilicsan buu ula hadlay oo lutfi ah iyagu balse ula hadleen muuna waxay kula hadleen oo kale ugu jawaabino idinka waalanayo idinka baadi ku sugan ma dhihina wuxuu yihi ama qoomkayow wax waalle iguma sugno baadina kuma sugno laakiin mid lasoo dirayba xagga rabbi laga soo diray baa wixii laygu soo dirayna waa maxay uballigukum waxaan idin gaadhsiin risaalaati rabbi rabbigay fariimihiisiin baan idin gaadhsiin wa ansaxu lakum waan idiin naseexaynayaa wa aclamu waxaan ogahay min allaahi xagga ilaahayna maa laa taclamuuna waxaydaan ogeyn aniga wixii laygu soo diray waa inaan risaalaati iyo fariimihii rabbigay aan idin gaadhsiiyoon guto waana idiin naseexaynhayaa waxaan ogahay wax aydaan ogeyn idinku yaanaan u ogahay ee iga qaata naseexada hadalkii isagoo wata wuxuu yihi nabi nuux awa cajibtuma waxaad la yaabteen an jaa'akum inuu idiin yimid dikrun waxyi oo min rabbikum xagga rabbigiin ka ahaaday calaa rajulin nin korkiina uu idinku yimid minkum idinka idan ka mid aha liyundirakum inuu idiin diga daraaddeed walitattaquu idinkuna inaad cabsataan walacallakum turxamuuna diinna markaa la idiin naxariisto qoomka iyo ma waxaad la yaabban tihiin yaab wax laa yaaban ma ahee inuu idiin yimid waxyi xagga ilaahay keli loona waxyooday nin idinka idan ka mid ahaa ilahay waxyiga uu u waxyooday nin inaga mid a waa naxariis iyo lutfi iyo ixsaan dareediba loogu waxyoonaya inuu idiin diga ayaa loogu waxyooday idinkuna markaa aad cabsataan diinna la idiin naxariisto taa miyaad la yaabantiin awa cajibtuma waxaad la yaabteen an jaa'akum inuu idiin yimid dikru waxyi min rabbikum xagga rabbigiin ka ahaaday calaa rajulin nin korkiina loo waxyooday minkum idinka idan ka mid aha liyundirakum inuu idiin diga ninkaasi walitattaquu iyo idinku inaad cabsataan walacallakum turxamuuna idinkana markaa la idiin naxariisto fakadabuuhu way beeniyeen beentoodii bay daa'imeen maxaa dambeeyey
نبي نور وي بيريين وي نور هنجبين ويلقى بحفر مرم بيكوش شاقين حاصل في أمركو روحها فأنجيناه وانكر النبي لهي نبي نور وانكر النبي يسجي والذين قوي معه معيسى في الفلك دونت أيام كورين وأغرقنا وان ما شاينا الذين قوي كذبوا بيني بآياتنا عيلا عمر يسجي أنت بعد ما وقمين سديتني يا رجال كان بالوش يا رجال هذا كون سنة بواقع النبي هذا كون سنة أي بواقع أما كون سنة كون تنسانا أنت نبي بواقع أنت عيال بحاء الدون كي وطنب أي يرؤ دونتي إسابة أسارة وإحي لسارة ويهي دونك مرد اللي فوقي مخلوق عن طنبي عمبيا دا البيالي دونه كل ما طرف دا اللي هلايا يلوء والنبي لعطان في الله صدرين دا اللي هلايا بجري لكن وقت جنب النور حيوانك أوطن وكي لهي سن في الكستة ضلمد لبي ميبو دي كسع خارج يرؤوا له اللي فوقي دونها سيدي النبي آدم القرن فربلون ولا ترمي إلى ربه تاع إلى كل قرن ما لهوش يعني النبي آدم يسلينا يبدع عز مش أنت عبد ما مخلوق إلا ولا أنت يوم الدين تيجي كوب البلد سبع رمايسة يوم كوب البلد فكذبوا هو البلدية فأنجينا هو أنكرنا سبيا والذين كوا مع المعيسى في الفلك دون تأيام أنكرنا وأغرقنا وأغرقنا الذين كوا كذبوا بلدية بآياتنا آياتنا وقالوا لهم حلوا غرقية إنهم يبقوا كانوا وحايا عيان قوما قراء عمينا إن دلعوا إليه قراء إن دلعوا عيان عن الحق ما كان دلعوا عيان هالقراء قراء إن دلعوا عيان وحريه لهم من جيره ودبع وحرزين بها عيان بها إنهم يبقوا كانوا وحايا عيان قوما قراء عمينا كان دلع عن الحق لا يبصرونه حقا معركين ولا يأتدون له كمان همين الله سبحانه وتعالى